طب حضرتك كان ليك علاقه يعني، كان في شكل من اشكال العلاقات يعني بسياده الرئيس الله يرحمه ابو ناصر؟ بي اول انا كنت مع المشير اكتر، مكتب المشير كان المشير عامر. كان اكترهم اصحابي يعني. علي انا ما اعرفش يعني، انا عارف ان علي بيه شفيق يعني، اسمع الاسم ولكن الكوادر يعني انا غير ملم بيها يعني. كان اول ما اتجوز اخت حسين صدقي. حسين صدقي ايه؟ حسين صدقي بتاعنا. اول ما اتجوز، بعد كده حب مع صبري. انا حط... ايوه انا اللي عرفته بيها من غلطتي يعني. انما انا اللي عرفته بيها، ما هو انا كنت بروح، كنا انا ونجا فؤاد طلعنا. يعني كنا مش سيبنا بعض، انما قررنا ان احنا نطلع. وانا فايت تحت الاندلس، جنينة الاندلس كانوا بيعملوا فيها حفلات وبتاع. سايق العربية لقيتها بتنده، وقفت. قالت لي رايح فين؟ قلت لها هروح له بيت اخر الليل. قالت لي هاجي لك. قلت لها ماشي. ورحت انا الاوبر. قاعد انا كنت بقعد في كشك، عشان ما تبقاش في كشك في الاوبر خصوصيه يعني كده، كلها مزروعه برجوله يعني كده. برجوله. فبحب اقعد جواها عشان اتكيف يعني، ما اقعدش دوشه. والاقي مين طبب عليا؟ علي شفيق. هو شاف ما صبري من هنا، جاله حاله. قصه عشق يعني. اوف جنون يعني. يعني زمان كان شكل الحب وشكل العلاقات الرومانسيه كان فيه ما يطلق عليه بالعشق يعني، كان فيه حالات الحب بتبقى بتوصل لدرجه العشق. عشق وماتوا يعني. العشق اللي موصل حضرتك دلوقتي، ان وانت بتتكلم، انا بتتكلم بحريه، بتتكلم بجرأه شديده، اللي هو لم تفقد معنى العشق والرومانسيه اللي كان موجود دلوقتي. انا عشت قبل الثوره وبعد الثوره. حضرتك ما بتحبش ليه الثورة؟ قبل الثورة كنا أحرار خالص، كنا هيلين. هل كان في معاناة فعلا لبعض الفنانين من مراكز القوى يعني بعد الثورة؟ لا الحقيقة ما جوش جنبنا. هل في حد عانى؟ في ناس، أنا أعرف أعلم إنه المخابرات ضايقت ناس كتير، تيجي تقول من ضمنهم فاتن. أنا فاتن مشت، هجت مصر قعدت 5 سنين بره. يعني السيدة فاتن حمامة مشيت فعلا من المخابرات. وجم قالوا لها لأن أنت ست مجتمع وتعلم تجيب لنا أخبار ومش عارف إيه، ما تنسيش إن عندك أولاد، خوفوها.